معنا بتجربة اليوم الفولكس فاجن ارتيون 2018، وهي أجدد الطرازات اللي طرحتها شركة فولكس فاجن وأطلقتها رسمياً بمعرض دبي الدولي للسيارات هاي السنة. وعم تأمل فولكس فاجن من هاي السيارة أنها تتنافس بالسوق مع سيارات مثل البي ام دبليو 4 سيريز جراند كوبي والأودي A5 سبورتباك، وراح تكون الارتيون أفخم سيارة ممكن تشتريها أنت حالياً من فولكس فاجن، وراح تقريباً تحل محل للفولكس فاجن سي سي. ما تنسوا طبعاً أنه تشتركوا بقناة يلا موتر على يوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تشوفوا تجاربنا دائماً. هلأ خلينا نتعرف أكثر على الارتيون 2018. نبدأ كالعادة مع التصميم الخارجي للسيارة. بصراحة لازم أعترف أن فولكس فاجن قدرت تعطينا تصميم رائع جداً مع سيارة الارتيون 2018، مع أنه السيارة مبنية على نفس قاعدة الفولكس فاجن باسات، لكنها عم تيجي أطول وأعرض، وقدر تصميمها يعطينا حضور للسيارة وبنفس الوقت شكل فخم وأيضاً شكل رياضي وانسيابي للسيارة. نبدأ مع هاي الخطوط المستقيمة الطويلة اللي عم تشكل الشبك الأمامي الكبير للسيارة، واللي هي بتمتد لتصير جزء من تصميم المصابيح الأمامية للسيارة، واللي هي عم تيجي مع نسخة الارتيون R-Line، مصابيح LED بالكامل مع إضاءة نهارية، وأيضا هي مصابيح ديناميكية عم تتحرك معاك على المنعطفات لتعطيك أحسن رؤية. وفي كتير من التفاصيل الدقيقة اللي عم تعطي هذا التصميم الرائع للسيارة، واللي هو فخم وبنفس الوقت رياضي. فمثلاً عندنا الخطوط القوية اللي عم نلاحظها على مقدمة السيارة، وأيضاً الخطوط على جانب السيارة اللي عم تد على الأبواب، خاصة هذا الخط القوي كتير الموجود أسفل الأبواب اللي عم يمتد للخلف. والسيارة من الخلف عم تيجي بشكل أو تصميم الفاست باك المعروف، اللي هو بيشبه الهاتشباك، يعني لما تفتح غطاء السيارة أو صندوق الأمتعة من وراء بيرتفع الزجاج معاه لفوق. وطبعاً من التفاصيل الدقيقة اللي بتعطي السيارة أيضاً فخامة هو كون الشبابيك بدون إطار أو فريمليس مثل ما إحنا شايفين. وأيضاً منلاحظ تفصيل كتير دقيق، ولكن إنه غطاء السيارة عم بيجي قطعة كبيرة واحدة عم بيجي الفاصل عندها فوق الإطار تماماً، فأنت لما تفتح السيارة من الأمام بيرتفع معاك الغطاء تماماً من هون. هذا شو بيعطينا؟ بيعطينا فخامة أكبر للسيارة، لأنه عم تخفي الخط الفاصل اللي دايماً بتشوفه بالسيارات من الأعلى من هون. وطبعاً السيارة بنسخة الارلاين الموجودة معنا عم تيجي بهاي الجنوط اللي هي لونها أسود وتصميمها كمان جميل جداً بقياس 20 إنش. ولكن أكثر شيء عجبني بهاي السيارة واللي هو أعطى كل هاي التفاصيل روح ومعنى هو هذا اللون المميز الحصري للارتيون، وهو اللون الذهبي الرائع الموجود معنا. أول ما راح تطلع بالارتيون راح تحس بفخامة التصميم نفسه اللي كان موجود برا عم بنعكس معاك جوا. فنفس الخطوط المستقيمة اللي تكلمنا عليها على شبك السيارة موجودة معنا على التابلو وعم تمتد على كامل التابلو بالأمام. أيضا السيارة فيها فخامة وجودة بالتصنيع بتتوقعه من فولكس فاجن. لكن باقي أرجاء السيارة بالنسبة للتصميم ذكرتني بكل سيارات فولكس فاجن الثانية. تمنيت لو انه فولكس فاجن بما انها عم تتوقع انه هاي السيارة تنافس سيارات مثل البي ام دبليو او الاودي، انه يحاولوا شيء جديد مع تصميم هاي السيارة غير هاي الخطوط المستقيمة اللي تكلمنا عنها. لكن تاني شيء راح تلاحظه هو كمية المساحة الكبيرة والوساع اللي حتحس فيه وانت راكب بالسيارة. ففعلا السيارة من الامام للركاب بالامام فيها مساحة كبيرة وراحة كبيرة، مع مقاعد فيها مساج وتحكم كبير بحركات المقعد. والسيارة راح توسع معاك 5 أشخاص بالغين بكل راحة،
والمساحة بصندوق الأمتعة وراء اللي تكلمنا إنه هو فاست باك فعلا كبيرة، وبظن هي أكبر حجم بفئتها من هاي الفئة من السيارات. وكمان لما نتكلم عن هاي الفئة من السيارات طبعا لازم نحكي عن نوعية المواد المستخدمة بالسيارة. بالآرتيون طبعا الآر لاين عم نجد إنه في معدن مستخدم هون على التابلو، بعض المواد الطرية المستخدمة على جوانب وأعلى التابلو، لكن مرة تاني بباقي أرجاء السيارة كتير عم تذكرني المواد بمواد المستخدمة على أي سيارة فولكس فاجن تاني. كمان تمنيت فولكس فاجن إذا بدكم هاي السيارة تنافس مع سيارات مثل البي ام دبليو أو أودي إنه تعلوا نوعية المواد المستخدمة بالسيارة. بس ما تفهموني غلط، فولكس فاجن معروفة بمتانة تصنيع كل سياراتها مهما كانت المواد خفيفة. وايضا لما نحكي عن هاي الفئه من السيارات لازم نتكلم عن التجهيزات اللي عم تيجي مع السياره. حاولت فولكس فاجن تعطي الارتيون كميه كبيره من التجهيزات المهمه بالسياره واللي حتخلي استخدامها سهل بشكل يومي. طبعا نبدا السياره عم تجينا بنظام ترفيه كامل مع شاشه كبيره جدا هي لمس، وفيها ايضا مقدره على انك تحرك الشاشه عن طريق التأشير بايدك. طبعا السيارة عم تيجي مزودة بنظام تكييف اوتوماتيكي للثلاث مناطق، يعني في عندنا تكييف بالخلف، وايضا السيارة مزودة بمساعدتك على ركن السيارة او صفها، ايضا على تنبيهك بالنقطة العمياء، وايضا السيارة فيها حساسات وكاميرات تقدر تورجيك السيارة بنظام ثلاثي الابعاد بدرجات 360 درجة حول السيارة. والسيارة الار لاين اللي معنا عم تيجي مزودة امام السائق بدل لوحة العدادات بعدادات هي عم بتكون الكترونية او ديجيتال، وبتقدر انت تتحكم بكل المعلومات اللي عم تظهر عليها وتغيرها حتى انك تعكس خريطة النافيجيشن امامك اذا كنت محتاج. طبعا في معلومات كتيرة بداخل المنيو اللي انت بتقدر تتحكم فيه وتغيرها عن طريق الازرار الموجودين على مقود القيادة. وطبعا على مقود القيادة في التحكم بنظام البلوتوث والاتصال، طبعا هذا باوامر صوتية كمان، وايضا التحكم بمحدد السرعة ومثبت السرعة اللي عم تتزود فيه السيارة. وما ننسى انه الارتيون عم تيجي مع السقف تقدر تفتحه. كمان تمنيت لو انه جعلوه بانورامي كامل للسيارة بهيك سيارة بهاي الفئة وبهذا السعر. ايضا السيارة عم تجينا مزودة بنظام صوتي رائع جدا من داينا اوديو. فتجهيزات السيارة فعلا عالية، وقدرت فولكس فاجن انه ترفعها وفعلا تعملها افخم سيارة ممكن انت تشتريها حاليا من فولكس فاجن. في شغلة اخيرة بدي اضيفها، هاي السيارة مزودة هون بهذا المكان اللي هو عبارة عن وايرلس شارجر للموبايل تبعك. طبعا انا اول ما استلمت السيارة كيفت انه اخيرا راح استخدم الوايرلس شارجينج الموجود عندي بالتليفون بقلب سيارة، ولكن لما وضعت التليفون هون التليفون ما وسع بالمساحة اللي عملوها. يعني مصممين هدول هاي السيارة ما قدروا ينزلوا على السوق ويعرفوا انه احجام التليفونات هلا اللي عم نستخدمها بهاي الايام فعلا كبيرة، فلازم تعطيني مساحة اضافية لأقدر احط اي تليفون ممكن اشتريه من السوق بهذا المكان واستفيد من هاي الخاصية، وهي خاصية الوايرلس شارجينج. فولكس فاجن ارتين 2018 عم تيجي بأسواقنا بخيارين من المحركات. الاثنين عم بيجوا 4 سلندر بسعة 2 لتر تيربو طبعا، والاول عم بيولد 190 حصان، اما الثاني والموجود معنا على نسخة الار لاين اللي عم نختبرها اليوم عم بيولد 280 حصان و350 نيوتن متر من العزم. طبعا هذه الارقام كتير معروفة لنا لانه هو نفسه محرك سيارة الجولف ار، ومع كون الارتيون سيارة اكبر بكتير من الجولف واتقل بكتير من الجولف، لكن هذا المحرك عم بيقدر يدفع السيارة ل 100 كيلومتر بالساعة ب 5.6 ثانية بس، وعم بوصلنا على الخط لسرعة قصوى وتوصل 250 كيلومتر بالساعة. لكن انا بتمنى من فولكس فاجن انه تعطينا بنسخة 2019 خيار ثالث للمحرك، ممكن يكون V6 لتعطينا قوة أكبر لهاي السيارة اللي فعلاً شكلها كتير رياضي من برا، ولتقدر هاي السيارة تنافس خاصة مع الـ BMW 4 Series Grand Coupe.
وأيضاً ياريت كمان يعطونا إحساس ميكانيكي أكبر من المقود لحتى نستمتع بقيادة هاي السيارة، خاصة على المنعطفات، خاصة إنه لما نعرف إنه هاي السيارة فيها دفع رباعي فور موشن من فولكسفاجن وتعليق ديناميكي عم بتغير مع تغيير إعدادات السيارة. فلما تكون السيارة بوضعية سبورت التعليق عم بكون أقسى وعم بغير كل من وضعيات المحرك خاصة صوته والجير بوكس وتعليق السيارة ومقود القيادة. ولكن بهاي الفئة من السيارات معظم الناس اللي بيشتروها بدوروا على الراحة بالقيادة، وفعلا سيارة الارتيون بمجرد ما انك تروح على وضعية كومفورت فانت عم تحصل على التعليق أخف بكتير، ستيرينج أسلس بكتير، وفعلا هدوء وراحة بالقيادة عم تقدر تمتص كل التعرجات والمطبات الموجودة بالطريق. وبظن هي هاي أهم الميزات اللي بدوروا عليها الناس بهاي الفئة من السيارات. الفولكس فاجن ارتيون 2018 سيارة مميزة جدا بتصميمها الخارجي وأيضا بتصميمها الداخلي، وعم تعطينا مساحة كبيرة من الداخل، والسيارة عم تيجي مجهزة بشكل جيد جدا. هل حتقدر الارتيون هاي السنة انه تخلي الناس يغضوا النظر عن كونها فقط سيارة فولكس فاجن؟ وطبعا اسعار السيارة عم تبدأ من 188 الف درهم وبتوصل مع النسخة اللي اختبرناها اليوم وهي الار لاين ل 222 الف درهم. ولكن نصيحة، اذا حدا فيكم قرر يشتري الارتيون ارجوكم اشتروها بهذا اللون الذهبي المميز جدا واللي عم زيد من حضور السيارة ولفتها للانتباه على الطريق. أرجو أن تكون عجبتكم التجربة وبشوفكم بتجارب قادمة، ومع السلامة.